اسبوعين مش هنخلص. ايه الصفات اللي بتكرهيها في الرجاله؟ عدم المواجهه. اناني. لا يعني ما هو بخيل ده اكيد. يعني بخيل البخيل بيبقى بخيل على نفسه اصلا، فبخيل في مشاعره، بخيل في وقته، بخيل في كل حاجه بيديها. فده راجل يعني صح، انا ما اقدرش اتعامل معاه. واللي مش بيعرف يواجه، اللي عنده مشكله ومش عارف يواجهها، مظبوط، المتسرع في احكامه على الاخرين، او اللي بيحكم على الناس من مجرد ان هو فعلي. بيشوفهم كده قاعدين فيقول لك ده كذا وده كذا وده كذا. مظبوط. عرفت فلان؟ اعرفه. عشرته؟ لا. يبقى ما تعرفوش. مظبوط. انا ما بحبش الحكم على الناس، وما بحبش الناس اللي بترغي وبتتكلم ودانيه. لو تعالى قول اخبار، لا خليك هناك، ما تجيش تحكي لي، انا مش عايزه اعرف اخبار حد. انا معاكي جدا في كله.